يسعدك بصراحة فاجأتوني مش عارفة احكي. ما حدا كان حكي لك. لا صراحة. ايديك كيف شو من ايش هذا الازرق؟ اهلا وسهلا. هو اللقاء كان مع جلالتها بال 2019، كان لقاء مفاجئ ما كنا عندنا خبر فيه. ما بنكر رهبة اللقاء الأول كونه كان مفاجئ ومو مخبريني. بكل صراحة كان اللقاء جدا سلس سهل، حكيت كل ما في قلبي يعني من أحاديث أو هموم للسيدات في المحافظة، هموم للمجتمع المدني. بتحكي عن هموم السيدات، بتحسها عايشة مع السيدات من كتر ما هي حابة تعرف شو بدها السيدات، شو بدها توصل لهم السيدات، شو بدها تحل أمور للسيدات. صار لقاء حسيته شوي عائلي أكثر من أنه يكون لقاء رسمي. فجأة الجلسة بتصير كلها ضحك ومرح ومزح وأحاديث عائلية وحكي بشكل عام، يعني نطلع نهائيا من النطاق الرسمي، بنكون كأني بحكي مع صاحبتي صراحة. الله يسعدك بصراحة فاجأتوني مش عارفة احكي. ما حدا كان حكي لك. لا صراحة. ايديك كيف شو من ايش هذا الازرق؟ كنت عم بشنس السيفونية. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يلا حيا وكلها انفجت اهلا الارض ولا الملك. الله سلم تري. انا عارفه ناس ما تعرفين. يعني لما حكت لنا بالعرس قوموا ارقصوا معاي ودخلت معانا ودخلت باجواءنا واحنا دخلتنا باجواءهم، فحسينا بوقت الحفله انه احنا جزء من العائله. الستات جدا انبسطوا، دخلوا خلص كانهم داخلين على عرس ابنهم. هو فعلا كان عرس ابنهم وقتها، وشفنا رد فعل السيدات اثناء الحفله وبعد الحفله. بكل صراحه يعني الضحكه ما فارقتهم لحد طلعوا من الاحتفال.